ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. في هذا الفيديو سنتعرف إلى أهم المحاور والموضوعات التي ستكون في وحدتنا وحدة الثورة العربية الكبرى. كونوا معنا. الثورة العربية الكبرى. النتاجات المتوقعة. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة والقيام بالمهمات والأنشطة الواردة فيها أن تكون قادراً على تعرف أسباب اختيار الشريف الحسين بن علي قائداً للثورة العربية الكبرى، تستوعب المفاهيم والمصطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة، توظف الحاسوب في كتابة التقارير وإعداد الجداول والرسوم والعروض التقديمية المتعلقة بالمادة والمشاريع الموجودة فيها، تتتبع مجريات الثورة العربية الكبرى، تحلل أوضاع البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها، تستخلص نتائج الثورة العربية الكبرى ومنجزاتها، أيضاً تستخلص الأسباب المباشرة وغير المباشرة لقيام الثورة العربية الكبرى، وتربط بين ألوان علم الثورة العربية الكبرى والعلم الأردني، تحلل شعار الثورة العربية الكبرى، تقدر دور الهاشميين وجهودهم في نهضة العرب الحديثة، وتعتز بمقاومة الأردنيين للاستعمار الفرنسي لسوريا، وأيضا تقيم دور الحكومات المحلية في شرق الأردن قبيل تأسيس الإمارة. في الفصل الأول عزيز الطالب سنتعرف إلى الثورة العربية الكبرى، أسبابها وأهدافها ومجرياتها، الأوضاع التي عاشها العرب قبيل قيام الثورة العربية الكبرى، كيف كانت الدول الأوروبية تسيطر على أجزاء من البلاد العربية، وأيضا سنتعرف إلى حزب الاتحاد والترقي وكيف أن كان أعضاء هذا الحزب متعصبين للعنصر التركي على حساب القوميات الأخرى التي كانت موجودة في الدولة العثمانية. وصل الحزب إلى السلطة عام 1908 ومارس سياسة التتريك، فأراد جعل اللغة التركية لغة رسمية في الولايات العثمانية جميعها. بعد ذلك سننتقل إلى أمر مهم وهو المؤامرات الدولية على مشروع الدولة العربية. كان هناك سياسة بريطانيا مع الشريف الحسين بن علي غير واضحة، فقد أظهرت استعدادها للاستجابة للمطالب العربية التي تبناها وقاتل من أجلها الشريف الحسين بن علي، وفي الوقت نفسه كانت تفاوض حليفتها فرنسا على تقاسم المنطقة العربية في آسيا بالرغم من الوعود والتهديدات التي قدمها للعرب. المؤتمرات الدولية على العرب كانت اتفاقية سايكس بيكو، وعد بالفور، مؤتمر سان ريمو، وكما يظهر أمامكم سنتعرف إلى تفاصيل أكثر، حيث أن اتفاقية سايكس بيكو كانت في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تفاوض الشريف الحسين بن علي في الاعتراف باستقلال البلاد العربية في آسيا ووحدتها، كانت تتفاوض بريطانيا مع فرنسا سراً، فقد وقع مارك سايكس البريطاني وجورج بيكو الفرنسي في 16 من شهر أيار عام 1916 اتفاقاً على تقسيم البلاد العربية في بلاد الشام والعراق. وعد بالفور، المطامع الصهيونية في فلسطين. تعود هذه المطامع إلى مؤتمر بال في سويسرا عام 1897 ومحاولة الصهاينة فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين والاستمرار بها. طبعا سيطرت بريطانيا على فلسطين، أصدرت بتاريخ 2 تشرين الثاني عام 1917 تصريحا جاء على شكل رسالة وجهها وزير خارجيتها أرثر بلفور إلى زعيم الحركة الصهيونية، وقد نصت على منح بريطانيا لليهود الحق في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. مؤتمر سان ريمو
عقد في سان ريمو في إيطاليا عام 25 من نيسان عام 1920، ضم بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إذ تبلورت فيه اتفاقية سايكس بيكو، وذلك الإعلان الانتداب البريطاني والفرنسي على بلاد الشام والعراق، وقد أوكل للدولة المنتدبة على فلسطين تنفيذ وعد بلفور مع موافقة عصبة الأمم. الأردن وفلسطين والعراق تحت الانتداب البريطاني، سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. الفصل الثالث يتحدث عن الأردن في ظل الدولة الحكم الفيصلي. كان من نتائج الثورة العربية قيام حكومة عربية في سوريا بزعامة فيصل بن الحسين، أطلق عليها اسم الحكومة العربية الفيصلية، وتعد أول حكومة عربية في تاريخ العربي الحديث. مشاركة الأردنيين في المؤتمر السوري العام. سعى الأمير فيصل لإنشاء حكومة عربية تضم البلاد الشام على أسس حديثة. ومن أجل هذه الغاية عقد المؤتمر السوري العام الأول عام 1919، إذ انتخب أعضاء من البلاد العربية. شارك فيه 10 مندوبين من الزعامات العشائرية في الأردن. وصلت لجنة كينغ كراين إلى الأردن عام 1919. أجمع السكان على رأي واحد وهدف واحد ورؤية واحدة تتمثل في استقلال بلاد الشام ورفض وعد بلفور وتجزئة البلاد العربية ووقف الهجرة الصهيونية ورفض انتقال الأراضي للصهاينة في فلسطين. لما أدرك زعماء المنطقة المؤتمرات الاستعمارية قرروا وضع حلفاء أمام الأمر الواقع، فعقد المؤتمر السوري العام الثاني في 8 آذار عام 1920، واتخذ فيه القرارات الآتية: مبايعة الأمير فيصل ملكا دستوريا على بلاد الشام، سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان، المطالبة باستقلال بلاد الشام بما فيها فلسطين بحدود الطبيعة الاستقلالا تاما، تشكيل حكومة ملكية مدنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب، رفض الادعاءات الصهيونية في فلسطين. هذا هو عرض لما سيتم تناوله خلال هذه الوحدة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.